اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتننا؟ ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، يعني بتنورنا كده كل فتره، يعني تبقى موجود معانا بشرف لينا، يعني ده شرف لينا احنا. ربنا يخليك يا كابتن مصر. اخبار ماتش الشباب بلوزداد ايه؟ النسخه الثانيه يوم الجمعه ان شاء الله. النسخه الثانيه الجمعه الساعه 6 في برج العرب. برج العرب والساعه 6 بقى كويس يعني. احنا لسه كنا بنتكلم في حضرتك، كنت بتقول لي على الارضيه هو احسنهم بعد الاستاد يعني حقيقة. برج العرب برضه ارض خصبه شويه، كره بتنزل تطب فيها، اللعيبه تقدر تتحكم. غير استاد السلام، صحيح استاد السلام الكره سريعه فيها، ما تقدرش تتحكم فيها في السرو باس، اللي هي بتجري تطلع منك بره، تحس ان الملعب. فانت مبدئيا شايف اختيار الملعب اختيار جيد. طبعا. اوكي. كنا خايفين بس من النوى والحاجات دي والمطر لا الجمعه اعتقد هيبقى الجو كويس، يعني ساقعه طبعا العادي، لكن اكيد اكيد هم عرفوا ان الجمعه هيبقى كويس، ف عشان الجماهير كمان طبعا. يعني المفروض يبقى في على الاقل يبقى في 30,000 ولا حاجه زحف كويس. هو النهارده النادي الاهلي اعلن ان الامن وافق على 30,000 متفرج في مباراه شباب بلوزداد. كويس، يعني ده هيديك حس في الملعب كده، و بتفرق عن لعيبه كتير قوي انك انت لما بتجيب جول او انت عارف يا كابتن النهارده، انا اسف بالمناسبه، واحنا بنتكلم على ماتش السله مثلا، النهارده الاهلي بيلعب سموحه في نهائي دوري المرتبط، الاهلي وسموحه. اتحاد كره السله اقر ب 25 فرد للاهلي و 25 فرد لسموحه. طب ليه؟ انت بتلعب مباراه نهائيه في دوري المرتبط في كره السله المصريه، وطرفيها اثنين من اعرق وافضل الانديه في كره السله، الاهلي وسموحه، ما تجيب الجماهير تتفرج على الماتش. النهارده في حاجات كتير قوي، مؤتمرات معموله في مصر وكده، ما اشوف الامن. ممكن بقى يعني شوف بقى لو حد يطلع. برافو عليك يا كابتن، يعني في الاستاد في شويه في الاحزاب عامله للريس دعمها للريس، وفي حزب تاني عامل في بتروسبور، فتحس ان الامن يعني في كل حته، مش ناقصه الحكايه بقى تزود. ممكن جدا. طب خلي بالك، ما هو لو حد يطلع يقول لنا هذه الكلمات نبقى احنا يعني ما عنديش مشكله، بالعكس ده احنا نقف صح، عندكم حق يا جماعه وبتاع، يعني فاهم، كان ممكن جدا. لكن المشكله يعني. المشكله انه لا يوجد توضيح. يعني انت عارف وانا عارف ان مفيش حاجه في الباسكت او في اليد، او حتى لو اهلي وزمالك في اليوم ده هيبقى في امن برضو، بس الاحتياط واجب عشان طبعا الدنيا ما ت... انا بتكلم على التوضيح، حاجات بسيطه ما تبقاش شكلها وحش. صحيح، ولكن انا بتكلم على التوضيح. طبعا. لماذا لا يكون هناك توضيح؟ يعني شوف حضرتك لما قلت لي قد كلامك مقنع، انا كنت في واحد منهم يعني. انا عارف انت لسه جايلنا من هناك، فانت واحد يعني بتقول كلام مقنع، فبالتالي انا اقدر اقتنع فاقنع الجمهور ان يا جماعه لا والله عندنا النهارده في كثير من الاحزاب بتعلن وتؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره ولايه جديده، وطبعا كلنا بنؤيد كلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي في فتره ولايه جديده، وكلنا في ظهرك يا ريس، وكمل ان شاء الله دايما. احتفالات شكلها حلوه والله والله. وشكل الجماهير يعني الاستاد كله في الاستاد، الاستاد كامل العدد، وفي بتروسبور الاستاد كامل العدد. اوكي. وفنانين ولاعيبه كوره ورياضيين وكل الناس بتؤيد وبكمل مسيرة مع سيادة الرئيس، ان شاء الله. فيمكن الحاجات دي قد تكون هذه الامور، وبالتالي فبالنسبه لي ان انا اشوف برضو 30,000 في مباراه الاهلي شيء جيد، وشباب بلوزداد اعتقد ان ده شيء جيد. ان شاء الله نجد الجماهير تكون موجوده. النهارده النادي الاهلي اعلن عن اتوبيسات مجانيه، يعني تنتقل من القاهره الى الاسكندريه او الى استاد الجيش ببرج العرب لنقل جماهير النادي الاهلي بالمجان، وبالتالي النادي الاهلي بيحاول ان هو يوفر لجماهيره كل الامور. هي في شكل في مصر دلوقتي بالنسبه للرياضه وبالنسبه لكل شيء متعاون. يعني انا بحس في تعاون في كل شيء، يعني الناس حاسه ببعض وحاسين بالمرحله اللي احنا فيها دي، وكله بيدور على النجاح، وكله بيدور على ان الناس تبقى مبسوطه برضو. صحيح. يعني الناس بتروح الحاجات اللي انا قلت لك عليها النهارده دي، قاعدين يهيصوا في المدرجات ويغنوا اغاني مصريه، الناس عايزه تفرح. صحيح. لما بتدي فرصه واتاحه للتواجد الجماهيري ده، والناس الناس عايزه تنفس. انا لو ما كنتش عندي بس شغل في كنت اتمنى اروح احضر الماتش ده في الاستاد. يعني بتبقى فسحه حلوه.
فسحه حلوه انت عارف، ونروح نقعد خصوصا يعني طبعا هي قد وفيها غدا وفيها بتاع وفيها فانت رايح والنادي الاهلي جايب لك الاتوبيس يعني تبقى حلوه قوي يعني، تبقى لطيفه جدا، والعربيه وهي ماشيه بتاعت النادي الاهلي وهم بيحيوا الناس، بتحب الحاجات دي وبتحب تشوف اللعيبه، بتحب صحيح لايف يعني. طيب خلينا نروح فنيا للمباراه، شايف المباراه فنيا ازاي؟ فريق شباب بلوزداد يعني عندما ترى مجموعه النادي الاهلي اول فريقين تقول ان الاهلي اول وشباب بلوزداد ثاني ان شاء الله زي ما انت بتقول كده، ولكن انا خليني استشهد دايما باخر مباراه لعبتها قدام بلوزداد. انا فكر المدرب بتاعه اشتغل معاك هناك ازاي لما لعب معاك السوبر، من زمان هو لعب معاك السوبر وانت كنت لسه ما يعني خارج من فتره اعداد ومش ما عندكش مباريات حطيت رجلك فيها كل ده بس انا بتكلم على الفكر هو بيتعامل معاك ازاي، بيشوفك ازاي، حضرتك تقصد الفرق الجزائريه بتتعامل مع النادي الاهلي ازاي بيشوفك ازاي او عارف قوتك قد ايه وعارف هو بيلعب مين، احتراماته ليك في الملعب على اساس خططه هو. يعني انا شفته بيلعب ضاغط عليا من في الماتش اللي فات وعايز يبقى له سبق تهديف وعايز يبقى له وجود. سبق التهديف دايما احنا في الفتره اللي فاتت دي كلها وانا بلاحظ النادي الاهلي بلاقيه ان احنا السبب في كل حاجه. يعني غلطه ميس باص، ضربه جزاء ما كانش المفروض تحصل، ضياع كم من الفرص رهيب بالنسبه لنا احنا، بيخلي الفرق اللي قدامنا عندها تشانس ان هي تبقى معاك دايما في المباراه، بدل ما انت بتبقى انت ليك اللي سابق بالهدف والتاني انت بتضيع هدف واثنين وثلاثه، فمن الطبيعي الفرق اللي قدامك ممكن ان هم يروحوا يجيبوا جول عادي جدا، ده مشروع، وبعدين دي فرقه كبيره مش فرقه صغيره يعني طبعا عايز على بطوله حضرتك كانت بتتكلم على شباب القبائل البلوزداد شباب بلوزداد انا اسف فالفكر اللي كان موجود الماتش اللي فات ان هو بيضغط عليا بكل قوته او بيحاول يجيب جول من بدري الحاله البدنيه بتاعته وهو واقف على رجله لسه انا بقى بالنسبه لي انا هو في المباراه اللي فاتت الاهلي واتحاد العاصمه اللي هي السوبر الافريقي حضرتك هنا بتستشهد بطريقه اللعب الجزائريه اجريسيف بيلعبك اجريسيف جامد جدا، بيلعب عليك ضغط جامد جدا بالطريقه الجزائريه اللي انت عارفها اللي فيها خشونه وفيها كل حاجه، بيحاول يخرجك من تركيزك صحيح، بيحاول يعمل لك اي حاجه ما يخليكش انت الاهلي في ساعتها او في حالتك فبتبقى في عوامل كتير قوي بتحصل كده. ناهينا عن ممكن كمان الشكل التحكيمي يبقى انت الشخصيه بتاعتك وانت بتلعب انت ما بتاخدش بالك من حاجات معينه، هم بيحاولوا يزقوك في كذا حاجه يخرجك عن تفكيرك، يحاول يجيب فيك جول الاول، عارف ان انت لما بتيجي تعمل الكامباك مش بيبقى سهل صحيح، يعني ممكن تتعادل في اخر الشوط الثاني او تتعادل في الشوط الثانيه ويروح لضربات جزاء او يروح لحاجات زي كده. فانا المره دي انا بقى عندي مباراه زي ما انت قلت ده كان زمان يعني من فتره، مش بالاعداد اللي انا فيه ده، مش بالمباراه الجيده اللي انا لعبتها الشوط الثاني بتاعت يانج افريكانز. يعني انا عندي بس حاجه عايز اتكلم فيها ودي توفر عليا حاجات كتير قوي من مراقبتي للمباريات ومراقبتي للعيبه نفسها ماتشات الاهلي يعني. خاصه الفتره اللي فاتت دي في التشكيل. انت تملك في كل مباراه انك تلعب 4 2 3 1 او 4 3 3 حسب انت بتلعب فين وبتلعب مع مين وقوه المنافس اللي قدامك، ولكن انت عندك سكواد تقدر تطلع منه لعيبه يخلوك في حاله متوازنه جدا دفاعيا وهجوميا وتمسك زمام الامور من نص ملعبك، لان النادي الاهلي هو ايه؟ نص ملعب واطراف صحيح، واي حد هيلعب في ال 18 لو جات له كره سليمه او الهجمه مظبوطه او تصويبه كويسه او فولو هيجيب جول. يعني سيبك من قصه انا ما عنديش راس حرب، لا عندي راس حرب، عندي كهرباء طيب. عندي كهرباء معلش قبل ما نتكلم بس على انا في نقطه مهمه عايز اقولها طيب اتفضل. انا عندي لعيبه ما تقدرش اسلام او استقدم عليها لعيبه او انا جبت لعيبه او اشتريت لعيبه زي امام عاشور مثلا. امام عاشور انا لحد دلوقتي شايفه لا بيدافع ولا عارف يهاجم ولا عارف ينفذ لك النو هاو بتاعه اللي انت شاريه عشانه. ليه؟ ان امام عاشور بيلعب في نص الملعب از بلاي ميكر واز ديفندر ومكمل تحت رقم 10، يعني كمان عايزه يبقى رقم 8 ده هيبقى صعب قوي.
وعندك عندك حلول لا بس انا عكسك على فكره يا كابتن. ما انا هقول لك ليه، انا بقول لك انا عايزه فين. وسهل جدا ان امام عاشور ده يبقى هو ناحيه الشمال، هو اللي بيلعب ناحيه الشمال ونجلف جناح، وحسين الشحات في الحته المفضله بالنسبه له الجناح الايمن كويس، وكهربا في النص ان كان بيرستاو بقى او حسين الشحات حسب ما المدير الفني بيشوف، ولكن انا بشوف حسين الشحات. وبعدين عندك قفشه في نص الملعب والاثنين بتوعك ديانج ومروان عطيه. انا املك السداسي ده، املكه كوره اقدر اغير فيه زي ما انا عايز، انا املك كوره بس ده بيحصل في الملعب جدا. واملك بلاي ميكر اساسي في الملعب، ما انا دايما بروح للنسخه الثانيه في الشوط الثاني. ما هو يا كابتن انت شفت التغيير جه ده اول مره يحصل ماشي، وكلنا كنا حاسين ان امام مش اوت فور، لا انا بشوف اوت بوزيشن صح، دي الحته اللي لكن انا بقول عايز اقول لك عليها بس. طيب انه از اوت بوزيشن، هو مش في المكان من وجهه نظر حضرتك صح المرتاحه ليه. طيب انا بشوف ان امام عاشور ادى بشكل جيد جدا الفتره، وجهه نظري الفنيه ان هو ادى بشكل جيد جدا الفتره اللي فاتت باستثناء المباراه السابقه بس. انا مش بقيمه انا لا اصل حضرتك انا عايز اريح. ما هو انت في الاول انا كشريف انا فاهم، انا عايز اريح امام عاشور، فازاي استفيد منه كومبليتلي؟ ازاي الراجل ده خطر فين؟ الراجل ده من وينج ليفت لو عدى لجوه وبيشوط دي من احسن الحاجات. الراجل ده لو عدى لجوه وطلع له علي معلول من ورا وحطها له واتلعبت بالعرض، ما فيش عندنا ميكانيزم وعندنا عندنا حاجات انا اقدر اسهلها على نفسي وعلى اللعيبه. ايوه بس ده بيحصل، يعني اقصد انه هذا الثلاثي، هقول لحضرتك هذا الثلاثي، انا هقول لك وجهه نظري برضو ونتناقش، ان هذا الثلاثي اللي بيبقى دايما، خلينا نتكلم في معلول باك ليفت وقدامه بيلعب غالبا حسين، وعلى يمينهم او جوه شويه بيلعب امام، وبتحصل او اللفه اللي بتحصل انه حسين بيخش لجوه بيطلع امام لبره، وبتتلعب من علي لامام، انا شفتها كتير في الماتشات. وبعدين ما شفناها، ما احنا خسرانين ثلاثه في وان سايد، يعني انت بنعمل دي وبنعمل دي، انتوا دايما واحده وانس بس يوم ما اتعمل الوان تو خدت بالك بالكعب وراح حاططها له تاني حطيتها في العارضه راح بيرستاو جايبها. عملها ازاي؟ بدأها منين؟ بدأها من ناحيه الشمال. طيب زي ما انت بتتكلم ده اللي انا بقوله، ده في حاله في حاله لما انا ابقى توب فورم شايف نفسي انا كده كويس، فالعب في اي حته اعمل اي حاجه اروح اجيب الكره واجيبها واعدي وراها. انا بسمعكم في الاستوديو التحليلي وحضرتك بتتكلم دايما تقول انه دي جمله بتتعمل، ان التغيرات او حضرتك تقريبا اللي بتقول او حد يعني من اللي موجودين بيقول ان دايما التغيرات اللي بتحصل ان في جمله بتتعمل، معنى ان في جمله بتتعمل معنى ان في حاجه متحفظه ان هي تتعمل، سواء امام سواء حسين سواء علي سواء اي حد من ناحيه الشمال او من ناحيه اليمين بيرسي، عشان ما يبقاش بس يبقى ايه. اصل كان في معانا كمان لعيب جه اسمه رضا سليم، اشتغل في الحته دي برضه شويه صحيح، اللي هو الاصابه ربنا يرجعه بالسلامه، حصل كان دخول بقى دخول ناس بقى حسين الشحات بقى هو في الحته دي تاني، او علي معلول اتاخر رخر وجه كريم الدبيس، حصل برضه عدم استقرار وهارموني في الحته دي. فانما انا سهل عليا، هو هنا حضرتك بتتكلم على الحته دي، انا بكلمك كلاعب كوره اسلامي. لا لا حضرتك بتتكلم على الحته دي تحديدا ولا عموما؟ الحته دي مني للجون، الحته دي كات جون يعني ما تعملش ناحيه اليمين. انت ناحيه اليمين عجبك يعني اقصد الحته الناحيه اليمين دي فيها حريه ان انت تقدر تعمل فيها اي حاجه، لان عندك الديفندرز بتوعك اذا كان بيلعب كريم فؤاد ولا بيلعب محمد هاني او بيلعب اكرم، الحته اليمين دي دايما الكره لما بتبقى ناحيه الشمال اليمين كله بيبقى فاضي، فلو عملنا كده وحضرنا لليمين يقدر اليمين يعمل لي العرضيه. او عشان كده انا بقول حسين شحات بيلعب هناك ليه؟ حسين شحات من الناس اللي بيعرف يتوغل من ناحيه اليمين جوه ال 18. طب انا كنت بلعب وينج ليفت ساعات، وبلعب جراي، كنت بلعب راس حربه، كل واحد على وكل واحد في اللعيبه دي يقدر يعمل كده مهاجم. على فكره كل واحد موجود في الفرقه دي جوكر يقدر يعمل اللي هو عايزه. لو قلت امام يلعب وينج رايت هيلعب وينج رايت، هو امام طبعا ده امام لعب على ساديو ماني باك رايت صحيح، يعني مش هيلعب يعني يلعب في اي حته. فانا كل اللي بقوله ان انا عايز استغل، انا بكلمك انت كلاعب كوره يعني فهمني في الحته، انا عايز استغل امكانيات اللعيب اللي عندي، اوفر له المساحه اللي يقدر ينتج فيها. طب انت ليه انت مش شايفه في الحته دي؟ ماشي، ما هو بدل ما انا اغيره عشان هو مش قادر يتكيف في المنطقه اريحه. بس هو ده مكانه يا كابتن، يعني انا ما شفتوش مثلا في نادي الزمالك كان بيلعب، لا كان بيلعب وينج ليفت في نادي الزمالك. لو نادي الزمالك ما كانش بيسيب خط ال 18 اوكي، ولما بيبقى مش في خط ال 18 لما بيبقى مش خط ال 18 بيبقى الكره الثانيه بتاعتنا تحت رجله هو اوكي كويس،
هو على طول عندي يا متطرف هو بعد عن البوكس هو حضرتك عايزه متطرف ولا هو هو متطرف كده سهل عليه جدا انه يتعامل ويخش لجوه وهو بيرقص كويس وعنده امكان. انا بقراه كلاعب كوره مش انا بوظفه كلاعب كوره. انا ليه بتكلم في النقطه دي كتير؟ نفسي نجرب معاه حاجه زي كده. انا شايفه يقدر ينتج في الحته دي. انا بتكلم من رؤيتي الشخصيه انا مش رؤيه المدير طبعا الفني طبعا طبعا. لكن هو هنا يقول لك انا عندي 3 4 زي ما حضرتك قلت، انا عندي رضا سليم يعني ربنا يرجعه بالسلامه، هو حر يعمل اللي هو عايزه عندي في الفتره دي الشحات. الفتره دي يا اسلام لازم اخد الماكسيمم في حسين الشحات، الماكسيمم في امام عاشور، الماكسيمم في كهربا. صح، ودي كهربا ما يلاقي حسين الشحات. حسين الشحات وامام دي علاقه جامده، وراهم تحتيهم البلينكر قفشه شوت وبليميكر وبيعرف يمسك الكره وعنده الهسه وعنده يطلع اليمين ويطلع الشمال، وورايا اثنين كمان باك اب على طول ضاغطين، وورايا كمان الدفاع بتاعي هو دي الاسلوب. انا ليه عايز اوصل لك ليه؟ ازاي هلعب قدام الجزائر؟ اوكي، هو عنديش ازاي؟ ما هو ما عنديش غير ده اللي انا بقوله ده. لازم اوفر لعيبه كوره جامده جدا في جميع الخطوط. أوكي. يبقى عندي عمود فقري في كل خط. ما عندكش محمد عبد المنعم، عندك الاثنين اهم بيموتوا بيموتوا نفسهم عشان يعملوا كل اللي يقدروا عليه. ما وقع منك اثنين، هتدخل خالد عبد الفتاح جوه او هتدخل محمد هاني جوه وتلعب بكريم فؤاد يمين وتلعب بيرسي عندك جميع الحلول. ولكن الشكل الامثل ليك على ارضك هنا ازاي هجيب جول واكسب؟ ده الفكر اللي انا شغال عندنا. كان كابتن جوهري الله يرحمه مع يعني يقعد يحط لك خطه كده ازاي يوفر لنفسه لما بيلعب فرقه زي مولوديه الجزائر مثلا. كان عارف ان مولوديه الجزائر دي فرقه جامده جدا، ازاي يوفر لنفسه نص ملعبه وازاي عايز يجيب جول في اي شكل. فبيدي عناصر جوه توفر له الحاجتين، وفي نفس الوقت بيشحنك شحن جامد جدا اللي هو احنا بنتكلم عليه روح التيشيرت النادي الاهلي. فناهينا عن كل اللي انا قلته ده بروح التيشيرت النادي الاهلي دي، بفكر المدير الفني ان هو يعمل كده. احنا بنقول الكلام ده يجوز يلمس صحيح، ممكن ما يحصلش اول شوط لا، وممكن يلعب بطريقه ثانيه يمشي بيها بشكل جيد فيكسب. يمكن اللي احنا بنقول ده يمشي 40 دقيقه 30 دقيقه اي وقت الشكل ده هيمشي. دول فوتبولر انا بريحه في بوزيشن وبريحه نفسيا كمان، الحته اللي انا بدور عليها ازاي تتعامل مع اللعيبه وتخليه تاخد اللي انت عايزه منه، يعني كل اللي عنده تقدر يديهولك. وكل لعيب عندنا بيدي ايه في الماتش؟ تلت ساعه فول باور يعني، احنا مش عايزين اكتر من كده. اكيد هتنتج في التلت ساعه دي. فانا بتكلم كمشاهد حابب اللعيبه دي الحقيقه، وحابب ان هم يكون في اماكن يقدروا يوفروا فيهم الامكانيات بتاعتهم، يعني يبينوا فيها الامكانيات بتاعتهم. باكيتا من المديرين الفنيين المنظمين اللي عارف النادي الاهلي بشكل جيد. جريء. نعم، وجريء قعد مع نادي الزمالك مدير فني يمكن مده قصيره جدا، ولكن في النهايه يعلم قيمه النادي الاهلي ويعلم كره القدم المصريه. من وجهه نظرك هل ده يفرق؟ طبعا، هي الخبرات في التعامل مع الانديه اللي انا هروح العبها، الشواهد والسوابق وكل اللي حصل في التعامل مع فرقه زي دي. ولكن هو ممكن هو جه بيلعبني المرفت ما كانش فيه لعيبه متوفره وممكن يشوفهم جداد عليه. مش عامل حسابهم يعني. الا لو هو جابنا بقى وجاب اخر ماتش بتاع يانج افريكانز واتفرج عليك، هيتفرج عليه يقول لك امام عاشور مش مليون في المية، هيجي يلاقي امام عاشور ده قنبله الحدث كله وانا بعتمد عليه في المباراه الجايه باذن الله يعني. فممكن كل حاجه في التاكتكس اللي هو بيبني عليها للفرقه اللي قدامه ما تبقاش على هواه يعني. وخاصه انه بيلعب عندي هنا، مش بيلعب في ارض تانية او بيلعب على ارضه يعني. ولكن الفرق الكبيره بتلعب في اي حته بمفهوم واحد يعني. من خلال متابعتنا للشباب بلوزداد وبيعتمد على تضييق، او هو معظم الفرق الجزائريه بتلعب بهذا الشكل، بتعتمد على تضييق المساحات ثم الاعتماد على الهجمات المرتده. انت قلت لي الحل. جبت لي ماتش يانج افريكانز و بلوزداد. شباب بلوزداد. يانج افريكانز عمل ايه؟ ضغط عليهم باربعه من الاول. ثلاثة وواحد تحتيهم خد منهم جميع التحضيرات. تقصد مدياما اللي كسبوا؟ لا اللي كسب، انا اقصد على يانج افريكانز يوم ما اتغلب ثلاثة. يانج افريكانز لما اتغلب ثلاثة كان هو المسيطر على كل الامور. ليه كان مسيطر؟ في الجزائر كمان، في الجزائر ضاغط على اللعيبة في الجزائر هناك باربع لعيبة من قدام. اوكي، وكان بس العيب
اللي بيبقى موجود دايما في افريقيا الوقوف بعد كده في نص الملعب او في الديفندرز في الكاونتر اتاك اللي عليهم بتبقى مفيش تركيز قوي أوكي. او بيبقوا مركزين ان هم عايزين يعملوا الهدف بتاع المدرب بتاعهم. اوكي. فده اسلوب من الاساليب اللي انا شفته نجح ضد بلوزداد. انك لما بتضغط عليهم وده اللي حصل في الشوط الثاني بتاعنا في يوم السوبر احنا لما ضغطنا وعملنا احنا وان سايد جيم الشوط الثاني ما راحوش الناحيه الثانيه. صحيح. كنا احنا العاصمه اقدر وزعلنا وانت كنت بتتفرج معايا هنا الشوط الثاني انت زعلت. كلنا زعلنا. زعلت قلت ازاي الخساره الخساره زي دي كلنا زعلنا طبعا. هو الماتش ده ضيعنا فيه ضربه جزاء؟ لا كان لينا ضربه جزاء بتاعت كهربا ولا بيتم احتسابها وشبهها بالظبط هتحتسب للفريق الاتحاد العاصمه. هو ده. فانت كنت انت اللي بموالي الهجمات وموالي التحكم وموالي كل حاجه والروح بتاعتك احسن وهم كانوا الماتش ده اللي دخل فينا احنا ضربه جزاء اللي هو دخل فينا علينا هي نفس ضربه الجزاء التي لم تحتسب لينا يعني. ف مفيش معضله خالص انك انت تتحكم في الامور وتلعب اللعب الطبيعي بتاعك بس بنفس الاسلوب هو بيلعبني بيه. اوكي. ما يبقاش في كوره مشتركه وانا يبقى هو المسيطر في الحكايه. كوره بخش فيها ببقى داخل لعب اكرم توفيق يعني اللي هو بيأديه بروح كده وبيبقى ما بيحبش الكوره تروح منه والتشالنج يبقى بتاعه يعني. فهو ده حاجه من الحاجات اللي انت لازم تضغط على فرقه بلوزات دي من اول المباراه اول دقيقه ما مش هجيبهم زون ديفنس واجيبهم لغايه نص ملعبي ويلعب لي الكره الطويله ويعمل لي يهدد لي الديفندرز بتوعي وخاصه انا عندي غيابات كتير قوي في الماتش ده يعني. من النهارده قبل ما نكمل كلامنا على فريق شباب بلوزداد وهذه المباراه المهمه جدا للنادي الاهلي النهارده كان عماد متعب نجمنا الكبير نجم النادي الاهلي السابق يعني سجل هدف تاريخي الحقيقه من راسيه في نادي سايو سبورت لو تفتكر في نهائي البطوله الكونفدراليه. أيوة طبعا. في الدقيقه في الدقائق الاخيره من عرضيه وليد سليمان اللي كانت بيمينه لو فاكر كمان يعني. الجول ده انا كنت في الاستاد رحت الاستاد استاد ومجد عبد الغني كان جريدو جنبي. اعتقد جريدو فني جريدو جري جري عمل سبرنت غير عادي طيب اتفضل اتفضل كنا متفقين ازاي هنتعدل الماتش ده وازاي وقلنا هنكسب يعني قلت له ما تروح يا مجدي هو مشي بس اتلفت كده الجون دخل على طول. طيب عموما خلينا نطلع نشوف في مثل هذا اليوم عماد متعب يهدي النادي الاهلي لقب الكونفدراليه ومن بعده فاصل ومن بعد الفاصل نرجع نتكلم عن المباراه المهمه جدا مباراه شباب بلوزداد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن شريف يعني من وجهه نظرك يبدا كيف يبدا مارسيل كولر في مباراه شباب القاهره من حيث الطريقه ولا اللاعبين ولا الاثنين؟ من حيث الطريقه بيلعب ب 4 2 3 1 الشكل اللي هو الطبيعي بالنسبه له عشان هو بيلعب في مصر هنا. هو لو هيلعب هناك بيلعب 4 3 3 اوكي. عندك شناوي بيبقى موجود ومحمد هاني واعتقد هيبقى خالد عبد الفتاح وربيعه. هل اصابه ياسر ابراهيم خفيفه ولا ايه انا ما اعرفش يعني موجود هو بيتمرن من امبارح بيتمرن يبقى موجود ياسر وهيبقى معاه علي معلول ديانج ومروان وقفشه وحسين الشحات وكهربا وامام عاشور. الفكره اللي حضرتك قلتها ان هو هفضل اقولها لغايه لما امام يلعب جناح يلعب جناح هيجرى ايه؟ هو لعب ورا طلعوه اوعى شوحات في الملعب لما يلعب قدام نشوف هيعمل ايه؟ بنريحه وبنقربه من المنطقه اللي هو محببه بالنسبه له يعني وهو لعيب الكره تحت رجله وهو صاحبها طبعا يعني وقادر عليها يعني يقدر يعدي من واحد ويخبط في واحد واكيد بعد الماتش اللي فات هيبقى عنده روح ثانيه يعني. تلاحم المباريات القادم هيبقى صعب جدا، هل ده هيؤثر على النادي الاهلي؟ هو بدا وقادم يعني لغايه ما بعد السوبر. طبيعي. يعني ما بعد السوبر كمان اعتقد هنلعب ماتش او ماتشين في الدوري، هو لسه ولا تم الاعلان؟ فانت برضه الماتشات ورا بعض اصلا. متهيألي تلاحم. هو طبيعي طبعا هيأثر. ده ولو مش هيأثر دلوقتي هيأثر لما ترجع في اي وقت هيأثر يعني. عشان كده اسلام الماتش اللي فات لما لقينا التغييرات حصلت واللعيبه نزلت لعبت كويس
عملنا كده قلنا اه الحمد لله هنلاقي بقى في التدوير وفي الماتشات اللي جايه لعيبه. لعيبه ابتدت تفكر بفكر تاني، تركيز طاهر، محمد طاهر مثلا يعني ابتدى يفكر بتفكير تاني في الملعب ويحس بمسؤوليه معينه تجاه نفسه بقى مش تجاه الفرقه بس، ان هو مش ده الوضع بتاعه السليم يعني اللي هو بقى فيه. فلعب كويس وبيأدي كويس، لعيبه مركزه، وعقبال الباقي يعني كله لما يخش جوه الحكايه. وهل في سؤال انا بطرحه، هل اللعيبه اللي بتبقى جايه اساسيه من الفرق اللي كانت بتلعب فيها لما بتيجي تقعد ده بيفرق؟ اكيد بيفرق. هل وانا رايح العب الماتش مش عارف اذا كنت اساسي ولا هلعب ولا مش هلعب؟ زمان احنا كنا لما بيفرقوا المرايل علينا يوم ال عارفين الاربع بنبقى عارفين ان يوم الجمعه مين الاساسي ومين. بس ده بيحصل لغايه دلوقتي، اللي مالك ما الفرقه بتتقال قبل الماتش؟ ما بتتقالش، بس ما هو الدنيا مع كل ماتش الملايين بتبين يا كل ماتش بتلاقي اتنين تلاتة. ايوه ما هو الراجل بيعمل كده بس بيبقى اللعيبه نفسها اعتقد لا يعني دي تفرق كتير قوي معايا انا اللي كنت عارف انا ما كنت هلعب ولا مش هلعب. بس هو بيبقى واضحه، لازم يبقى في وضوح، لازم يبقى. شوف انت كلمه لازم دي انا عجباني قوي، ايه لازم يبقى عندك فريق اول ببتدي بيه الفرقه بعد كده نبقى نشوف ادام ما فيش اصابات. اوكي بعد كده ادينا موجودين مع بعض وكل لعيب عارف نفسه وكل لعيب عارف اللي خارج من اصابه واللي بيعوض واللي موجود، وانا اقدر العب مستر كولر معاه حق، انا اقدر العب 30 دقيقه ما اقدرش ابتدي من المباراه كله وبعدين يبقى شكلي وحش وحاجات كده. فده الشكل اللي احنا اتفقنا عليه، انه فرقه فيها ديفندرز وفيها لعيبه كوره كتير وفيها هي دي تقدر تواجه فرقه زي بلوزداد بنفس مفهوم يانج افريكانز تاني تايم. انا بلعب وبضغط وما فيش اسماء في ودني، انا اللي في ودني اهات جماهيري ومطالب جماهيري كلها. رايك في القائمه اللي تم الاعلان عنها للمشاركه في كاس العالم للانديه؟ في استثناءات ولا يعني انا سامع ان هو هياخد اللعيبه كلها يعني سمعت كده يعني عشان هيتجه بعد كده للسوبر بتاع سيراميكا دي معلومه يعني ولا دي غالبا يعني جميع اللاعبين من الممكن أو لكن هيبقى في 23 واحد مقيد يعني في القايمه يعني بس هو هيبقى محتاج الناس كلها. والله هي فكره حلوه جدا ان هو يبقى مجموعه الفتره دي يبقوا كلهم مع بعض يبقى اذا قد يكون هناك استخدام لكل اللاعبين او يعني كل اللاعبين يروحوا مع البعثه ولكن المقيدين هم 23 يعني في النهايه. الكره ما فيهاش فيها ظروف بتحصل ياما لعيبه تبقى رايحه ما لهاش دعوه بالحكايه خالص، وهي اللي بتلعب وهي اللي بتجيد وهي اللي بتبقى صحيح كويسه يعني صحيح، وده اللي موجود في الفرق الكبيره كلها يعني. فبنتمنى يعني بنتمنى له العوده للانتصارات. انا عايز اقول لك على حاجه، انت هتلعب ان شاء الله مع المفهوم اللي بنلعب بيه قدام ولديه، نكسبه هنا ونكسبه هناك. احنا شباب بلوزداد احنا ما بنلعبش على اساس ايه هنجمع نقطه، احنا اكن سكينه ضربت في قلبنا في الجون اللي دخل فينا بتاع يانج افريقيا ده، انا اكني خدت خبطه وانا مش واخد بالي ورحت فجاه حد لقيت حد خبطني خبطه كده دمها تقيل يعني. صحيح احنا لما بنلعب بمفهوم نكسب اي حد جوه وبره، هو ده الشعار اللي لازم نلعب بيه الفتره الجايه. لان احنا الدنيا ملخبطه معانا من اول السنه، ولكن النتائج بتاعتنا مش وحشه. انت راح منك ملخبطه ازاي؟ التعادلين ما هو انت بس انت يعني لو كسبت البلديه الاول يعني احنا مش بتوع تعادل احنا. اوكي وفي فرقه بتفضل تكسب على طول برضه يا كابتن يعني ما بتتعادل مع الزمالك وتتعادل مع بيراميدز. انت ممكن تكسب الزمالك وتتعادل مع الزمالك وتتعادل مع بيراميدز الناس بتقول ماشي، ما ينفعش اتعادل مع فرق انا وان سايد جيم بالنسبه لي ومش عارف اجيب فيها جول. هتلاقيه بقى كل واحد يطلع لك كل حاجه، انت لا عندك سنتر فيرود ولا انت جبت لي مش عارف ايه، مع ان انت مضيع بتاع 20 جول في المباراه. يعني فهي النتائج بتلعب كويس وتتحكم وكل حاجه، ولكن النتائج ما حدش متعود عليك انك انت تبقى متاخر بتعادلين ورا بعض يعني. صحيح. من وجهه نظرك كيف يحافظ النادي الاهلي على صداره هذه المجموعه؟ يكسب الماتش اللي جاي ده اهم حاجه، الثلاث نقاط اللي جايين دول اهم حاجه. اكنك دي نهايه بيلعب المباريات دي لغايه لما يوصل ل 10 12 نقطه
كانها يوصل 10 هيوصل معروفه اللي يوصل 10 في يوصل 10 بيصل اه بيصل اول او ثاني بتفرق بقى في هو يكسب هنا وعنده ميدياما بعد كده عندنا بعد شباب بلوزداد اعتقد ميدياما هناك ولا يانج افريكان لسه بعيد يعني مش قريب لا لسه بدري الدنيا تبقى حكايه ثانيه يعني ف انا حاسس ان من الشوط الثاني بتاع يانج افريكان زي ما بيقولوا الاهلي قادم بشكل جيد يعني باللعيبه هنا ناس كتير او مش ناس كتير يعني من بعض من لا يشجع النادي الاهلي خلال الفتره السابقه تحديدا كلامهم عن السلبيات اللي موجوده في مباراه يانج افريكانز يعني حضرتك اتكلمت عن سلبياته لكن دايما برضو انا بسمعكم في الاستوديو التحليلي بتكلموا عن سلبياته لكن في ماتش يانج افريكانز كانت الايجابيات اكتر كتير من السلبيات تاني شوط تاني شوط الشوط الثاني والاول انت ضيعت جونين على الاقل الشوط الثاني انا الفرقه الثانيه ما شفتهاش انا الجول بتاعي ما شفتوش الا في الكوره اللي هي اتشاطت دي مفاجاه يعني بالنسبه صحيح. لي هو الجون دخل فينا ازاي عدم رقابه لاعب بيباصي اللاعب جوه على بوز ال 18 عام صحيح بعد ما باصاله ابتديت انا اتعامل معاه الكلام ده ممنوع مع الفرق اللي هي بتعرف تشوط والفرق اللي هي بتعرف تجيب جول والفرق اللي هي يعني ما كسلش في مناطق زي دي صحيح وبعدين في حاجه ثانيه كنت عايز اتكلم فيها ده انت فتحتها ما بقاش انا كسبان بلوزداد ان شاء الله 2-0 مثلا ولا 1-0 الماتش بتاع يوم الجمعه وبهاجم لسه وناقص لي 5 6 دقائق زي ما حصل في يانج افريكا وما بيبقاش عندي 2 أو 1 على الاقل في نص الملعب تغييره مثلا يخرج بيرستاو وينزل كوكا يقف في الحته دي ما يتحركش انما الملعب يبقى مفتوح كده رايح جاي مروحه باب هجمه هنا وهجمه هنا هجمه هنا وهجمه هنا ده ما ينفعش الكلام ده ما في لازم يبقى انا التيمبو بتاعي هو قال كده على فكره قال الكلام حضرتك قلته هو واقف بره طب ما هو واقف بره ما ياخد باله من الحته دي تاني مره يانج افريكانز ودي وسان داونز ما كنا كسبانين 2-1 هنا يعني نفس القصه الفرقه مساحات مفتوحه ويانج على اليمين وبرستاو عايز يهجم وطاهر محمد طاهر نفسك مفتوحه ونسيت التامين اللي بيسموه ايه؟ التامين الدفاعي الفريزن يعني اجمد الماتش اخلص الماتش اجمده بقى اعمل باس 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 ده مش اللاعب سخن في الملعب وعايز يجيب جول تاني ومبسوط مبسوط من نفسه لازم انت يبقى لك رؤية تانية من خارج عموما نتمنى رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمة امام نادي شباب بلوزداد زي ما قلنا لحضراتكم المباراة يوم الجمعة في استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة 6:00. بشكرك يا كابتن شريف على وجودك معانا شكرا جزيلا جاي لنا من اخر الدنيا بس ده يعني دايما بنستمتع بوجودك انا بتمنى دايما كل التوفيق باذن الله ونفرح مع بعض يوم الجمعة بإذن يوم الجمعة نفرح ان شاء الله. انا بشكر كابتن شريف عبد المنعم هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل محمد ابو علي ومحمد جمال في ضيافة البيت الكبير.